استفادت نساء في وضعية إعاقة من فحوصات طبية وعلاجات وعمليات تحسيس حول الصحة الجنسية والإنجابية في إطار قافلة طبية نظمت ببوسكورة، وشملت إجراء فحوصات طبية غطت بشكل خاص مجالات لها علاقة بأمراض النساء والتوليد وتشخيص سرطانات الثدي وعنق الرحم والطب الفيزيائي والترويض والروماتيزم وداء السكري. التشخيص المبكر الامراض، امراض السرطان، سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، لان بجوجهم سون بجوج ديالهم الكونسيرات لي سيل تيكونوا خايبين وتيشكلوا خطر بالنسبه للمغرب. تلقاو بان الكونسير دو سان هو الاول وسرطان العنق الرحم هو الثاني. اور في الدول المتقدمه اللي تدير هذا الفحص المبكر وعندها في دخل لها في السياسه الصحيه ديالتها، تلقاو بان سرطان عنق الرحم المرتبة السابعة ولا العاشرة، لأن ما بقى شيء، حاولوا يقضوا عليه بصفة نهائية. علاش؟ لأن ليستوار ناتشورال ديال لو كونسير هذه، هاد كيفاش تولي سرطان من 10 سنين حتى ل 15 عام حتى ل 20 عام. إذا إلا درنا واحد التشخيص مبكر بماتريال ساهل، هنا نقدروا نشخصوا هذا المشكل بأن هذه السيدة تقدر دير الكونسير من 15 ولا من 20 عام، دونك نقدروا نعالجوها قبل ما يكون فيها المشكل. وتم تمكين المستفيدات من القافلة من عملية تحسيس همت كل ما له علاقة بصحة النساء في وضعية إعاقة، وذلك من أجل تزويدهن بنصائح تندرج في إطار الوقاية والتعاطي الجيد مع وضعهن الصحي. هادي باغمي لي جورني كنظن القلالين اللي كنتفكروا فيهم هذا النوع من المرضى، وحنا فرحانين اليوم بزاف اللي حنا قدرنا نحتضنوا هذا العدد كبير من هاد النساء هاد في اطار هاد لو بروجي اللي كنوجدوا له شحال هادي وخدمنا عليه شحال هادي الحمد لله بمعاونه ديال بزاف الناس. هنا اليوم ان شاء الله عيطنا لهم، عرضنا لهم باش يكونوا معنا اليوم باش نقدروا نعاونوهم من واحد الناحيه الصحيه. اول حاجه عندنا بزاف الاختصاصات، عندنا اختصاص اللي قليل بزاف هو الاختصاص مرض النساء بالنسبه لهذه النوعيه خاصه العيالات، وهاد الاختصاصيين هما سون فورمي سبيسيالمون في هاد لاباثولوجي ديال هاد العيالات. عندنا مشكل الاحتياجات الخاصه، ما يعني ما يمكنش لنا الديبلاصا، والحمد لله جينا دابا لهنا لهاد القافله، يعني استدعاونا هاد الناس الله يكثر خيرهم. انا عندي مرض مزمنه، والمشكل ديالي انني حتى بالنسبه للتكلفه ما كتكونش عندي ما باش ندي بلاصه لشي بلاصه. المشكل دابا بالنسبه للطبيب غتمشي عندو كتكون عنده الدروج، ما كتقدريش تطلعي، ما كتقدرش تطلع. يعني بالنسبه لحنا الحالات ما يمكنش انك في حاله اعاقه وغتطلعي مثلا الدوزيام ولا التروازيام باش انك غتقدري تمشي عند هذا الطبيب. وبالنسبه للتكلفه كتكون شويه يعني صعيبه بالنسبه للانسان ما خدامش، ما عندوش مدخول قار. ويذكر ان الوداديه المغربيه للمعاقين التي نظمت القافله قد اطلقت مشروعا للمواكبه السوسيوطبيه للصحه الجنسيه والانجابيه للنساء في وضعيه اعاقه، يشمل فتح مصلحه خاصه بامراض النساء تتلائم مع حاجيتهن، وتنظيم ورشات للتربية تستهدف النساء في وضعية إعاقة، إضافة إلى دورات خاصة بالتكوين المستمر.